طيب أهني الوالد والوالدة وأهني أخواني بعيد فطر مبارك ربنا يخليهم لي، وأهني زوجتي وأهني ولدي ربنا يخليهم ويطول لي في عمرهم إن شاء الله يا رب. ربنا يخليهم لك كلهم وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله، كل الشعب السوداني بخير، تعمين الى امين ان شاء الله، تزود حقوق حمدوك. هاي تحية البساء والجمال والألق والإلفة لكل الناس اللي بيتابعونا على قناة زي سودان. يسعد أوقاتكم بكل الخير وكل سنة وانتم طيبين. كل جمهور قناة زي سودان هم بألف خير. لكل الناس اللي كمان بيعملوا لايك وبيعملوا مشاركة، ما تنسوا كمان اشتراك في القناة علشان يصلكم كل جديد. فالفيديو ده هو مساحة لزول حاسي انه هو زعلان منك علشان تعتذر له، حتعتذر لمنه. مع بعض نشوف آراء شارع كبيري معكم. يلا ورح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عليك. عمر السيرة الصديق. عمر بمناسبة العيد حابة تهني منو، حابة تعتذر لمنو؟ والله حابة أهني والدي، خصوصا بهني الشعب السوداني كله عموما، أقول إن شاء الله السنة الجاية البلد دينا تلقاها عامرة زي ما دايرين إحنا في الثورة وفي كل حاجة طلعنا لها. آمين. حابة تعتذر لمنو؟ والله حابة أعتذر، عندي أختي في البيت، حابة أعتذر لأني أنا اللي ضايقتها وشاكلتها. الليلة طالت ضايقتها وشاكلتها، حابة أعتذر لها وإن شاء الله عذري تقبله ان شاء الله يا رب. وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه. شكرا لك. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منو معنا؟ عبد الكريم همدان الفقي. عبد الكريم، عبد الكريم بمناسبه العيد حبيت هني منو، حبيت اعتذر لمن؟ انا حبي اعتذر لابوي، طبعا كنا عندنا وقال عندنا خلاف شويه كده مال حاج، اتمنى يعني يكون يعني سامي كلامي ده، وطبعا في جنوب كردفان. هاي نتمنى لهم ان شاء الله يعني السلام والرقايه، وين عندهم شويه مشاكل كده ربنا يهلها منهم. ربنا يحفظهم يا رب. هاي ان شاء الله كنت عندهم شويه خلافات، اتمنى انه اسمع كلامي ده يعني سامحني يعني ان شاء الله، ان شاء الله يكون صوته وصلك وكمان يعفي عنك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا لك وسنه وانت طيب. انت طيب ايضا، لكم التقدم والازدهار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا عليك. عبد الرحمن الباقي يوسف. عبد الرحمن، عبد الرحمن بمناسبه العيد حابه تهني منو وكمان حابه تعتذر لمنو؟ حابه اهني الشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وهنيكم انتم كمان، وهني الاهل زوجتي ووالدتي واخواني. لما كل التحايه وكمان حبي تعتذر لهم. حبي اعتذر والله يا اخي لاي زول زعلان مني، واي زول يعني حصل زعلته، وقول له العفو والعافيه، ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيب، والدنيا عيد، وهنيكم انتم كمان. انت كمان يا اخو سنه وانت طيب. وانت طيبه كمان، يعطيكم العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. عرفنا عليك. انا احمد عمر. احمد عمر. احمد، الفيديو ده هو مساحه لزول حسيت انه هو زعلان منك علشان تعتذر له، وحتعتذر لمنه؟ والله انا ما عندي زول زعلان منه، لكن لو داير اعتذر لزول والله بنعتذر على الاسره الشهداء انه اللي حدث ما يجي من حقهم. الليله يعني من 29 رمضان هو يوم معروف تاريخي، تاريخي يعني. انا نعتذر على الاسره الشهداء انه لحد حسي ما يجي من حقهم، والحكومه دي ما لازم تجيب حقهم، لكن حقهم بي يعني، وعند الله تتم خصمهم ان شاء الله، وديل الوحيدين يستحقوا الاعتذار. بس رحم الله الشهداء، وكمان صبري وسلوان لاهل الشهداء. طبعا يستاهل كل كلاب معليش يعني، لكن احنا ربنا يرحمهم ويغفر لهم يعني. مو يستحقوا اسره الشهداء يعني، احنا ما لحد يسمعهم حقهم ان شاء الله يعني، حقهم بيجي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا لك وكل سنه وانت طيب. تسلم والله، يديك العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا عليك. محفوظ النابهي من اليمن. محفوظ، مرحبا بك. محفوظ، الفيديو ده هو مساحه لزول حسيت انه هو زعلان منك علشان تعتذر له، وكمان حابه تهني العيد، حابه تهني منه في العيد؟ والله نهني اولا اسرتي الصغيره في اليمن الشقيق في اليمن، ونهني الأمة العربية قاطبة والمسلمين بشكل عام بمناسبة حلول أو قدوم العيد، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحل علينا الأعياد القادمة وهي في كلها في أمان ورخاء وانتهاء المشاكل والحروب والصراعات. دايما نسمع كلام حلو وسمح ان شاء الله في
الايام القادمه ما دايرين نكون نفتح المذياع او التلفزيون ونسمع اصوات قتل، اغتيال، ضرب نار، حاله تقطع، حاله حروب. دايرها نكون في حاله سلام وامان. اولا نعيش حاله سلام مع انفسنا، ثم نعيش في حاله سلام في وطننا بين اهلينا والمجتمع العربي والاسلامي ان شاء الله بشكل دائم. وثانيا نهنئكم انتم بمناسبه هذه الاعياد القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وكل الشعب اليمني بألف خير ان شاء الله. يحل على اليمن الشقيق، على اليمن ان شاء الله في 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 رخاء وامن واستقرار، ونخرج من المعمعه والفوضى اللي احنا فيها. امين يا رب. كل الدول العربيه أمين. ما نايرين نسمع الاصوات هذه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا لك. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا عليك. انا محمد محمود رحمه. محمد، بمناسبه العيد الفيديو ده هو مساحه لزول حسيت انه زعلان منك علشان تعتذر له، هتعتذر لمنه؟ حقيقه انا بحيي قناه سي سودان على هذه السانحه الجميله، وتفقد الاهل وتفقد الناس واستطلاعاتهم، وده مجهود كبير وجبار جدا. هو شباب نيرين جدا انه يعني يحاولوا يزيلوا الشوائب الحاصله ما بين الناس. انا من هنا بعفي عن كل من ظن في انه هو زعلان مني. يا سلام. كل العفو. انا اقول للشعب السوداني عامه كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجايه كده نزيد من الخير واليمن والبركات، وتتحقق اماني كل اماني الجميع ان شاء الله. امين يا رب. والسودان يعبر وينتصر زي ما يقولوا. وانا اشكركم جددا. لك الشكر كمان، وكل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا عليك. احمد مجذوب عبد الله. احمد، بمناسبه العيد الفيديو ده هو مساحه لزول حاسس انه هو زعلان منك علشان تعتذر له. والله والله العظيم ما في زول زعلان مني، الحمد لله. خالص وعلى كل الناس طيبه. الله يديك العافيه. الله يعافيك. طيب حاب تهني منه؟ والله بهني في الاول والدتي بالعيد، واقول لها كل سنه وانت طيبه، ووالدي في الغربه في دوله الامارات، واخوي في دوله الامارات، بهنيهم بالعيد، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين والعفو في العافيه. اتمنى يعني عوده كل البلد يعني. اللهم امين وبك العافيه. كل عام وانت بخير. اللهم امين وانت بخير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. عرفنا عليك. محمد احمد علي في الممولة. محمد، الفيديو ده هو مساحه لزول حسيت انه زعلان منك عشان تعتذر له بمناسبه العيد. كل اول شيء كل عام وانتم بخير، الشعب السوداني كله بخير ان شاء الله. سنه سعيده علينا جميعا ويحقق الامنيات ان شاء الله. طيب في زول زعلان منك حابب تعتذر له؟ والله ما في. حابب تهني منه ثاني؟ نهيي الوالد محمد علي فضل المولى، والحجه وايده فضل المولى. الله كل عام هم بخير. وانتم كل عام وهم بخير، عام سعيد عليهم ان شاء الله. وعام سعيد عليك ان شاء الله. ان شاء الله يديك العافيه. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد هارون احمد علي. من شارع كردفان، مترجم قانوني في شركة دبي للترجمة. ما شاء الله. أحمد، بمناسبة العيد الفيديو ده هو مساحة لزول حسيت إنه زعلان منك عشان تعتذر له، وحتعتذر له منه؟ طيب أول حاجة العيد هو فرحة ورحمة للجميع. الحمد لله الناس صامت رمضان بخير، وأحب أهني كل الأهل من قناتكم، والعفو والعافية لله والرسول. أي زول شايل في قلبه حاجة وكده، دي فرصة جميلة جدا إنه الناس تتعافى وتتصالح. وأحب أقول كل سنة والسودان ينعم بالأمن والسلام والاستقرار. آمين يا رب. وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وشكرا لكم. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عليك. عبد الرحمن الضواها من ابناء الرهد. عبد الرحمن، الفيديو ده هو مساحه لزول حسيت انه زعلان منك عشان تعتذر له، وحتعتذر لمنه وكمان حتهني منه في العيد؟ والله نحمد الله ما عندي زول يعني زعلان مني وكده. يا سلام. وانا حالي اهلي في الرهد والاولاد وكل اهل كردفان كلهم ان شاء الله بالعيد. ربنا ان شاء الله يكون عيد سعيد، ونتمنى لكل السودان يكون عيد سعيد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. كل عام وهم بخير، وكل عام وانت بخير. تسلم يديك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. وعليكم السلام والرحمه. عرفنا عليك. طارق الخير احمد عباس الفريجاب ولايه الجزيره. طيب
طارق، الفيديو ده هو مساحة لزول حسيت انه هو زعلان منك عشان تعتذر له، وحتعتذر لمنه؟ انا ما عندي زول زعلان منه، لكن بحنوم بالعيد. حابب تهني منه؟ احب الاهل في الايجاب وجميع الاهل بولايه الجزيره. الحمد لله كل سنه وهم طيبين وكل سنه وانت طيب. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. شكرا لك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عليك. انا محمد عباس جمال. محمد، بما انه الدنيا عيد فالفيديو ده هو مساحة اعتذار لزول حسيت انه هو زعلان منك حتعتذر منه؟ والله يا اخي هو ما في ناس زعلانين كتر، لكن ما بتقدر توفق بين الناس الزعلانة منك والما زعلانة منك، لكن بعتذر لاختي اذا زعلتها في الحياة ومها خطيبتي، ان شاء الله يقبلوا كلهم الاعتذار. ان شاء الله يا رب. زعلان مني العفو والعافية. ان شاء الله يا رب يكون صوتك وصلهم. ان شاء الله يسلم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب ان شاء الله. شكرا لك. يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفين عليك. زينب شعدين. انا زينب، بما انه الدنيا عيد فالفيديو ده هو مساحة لزول حسيت انه هو زعلان منك علشان تعتذري له، هتعتذري لمنه؟ هعتذر لصاحبتي منى، منى محمد حمد النيل. منى محمد حمد. فبقول لها كل سنة وانت طيبة، ان شاء الله السنة الجاية يعني أماني كلها محققة. أنا بجد بحبها شديد، مع إنه في حاجات كثيرة حصلت في الأيام اللي فات، لكن أنا بحتذر لها. يا سلام، وأنا متأكدة هي كمان بتحبك شديد، وربنا يجمع بيناتكم وإن شاء الله تكون صوتك وصل يعني. هاي إن شاء الله. السنة وأنت طيب. وأنت طيبين. حقيقة. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عارفين عارفة؟ أنا اسمي لمياء. اسمك؟ لمياء. لمياء، بما انه الدنيا عيد فالفيديو ده هو مساحة اعتذار لزول حسيت انه هو زعلان منك، حتعتذري لمنه؟ والله ما اظن انه في زول زعلان مني، لكن يعني لو في زول زعلان مني بعتذر له. ما في زول زعلان مني؟ ما اظن. تذكر؟ لا. ما اظن في زول زعلان مني. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة، يديك الصحة والعافية حقيقة مانيك. امين ان شاء الله. شكرا لك. يديك العافية. تسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. عرفنا عليك. اسمي مصطفى بشر الصافي. مصطفى بشر الصافي. مصطفى، بما انه الدنيا عيد فالفيديو ده هو مساحه لزول حسيت انه هو زعلان منك علشان تعتذر له، عندك زول زعلان منك؟ وعندي زول زعلان مني. طيب معنى عندك زول زعلته؟ هاي زعلته منك؟ طيب يا اخواني. اخوانك؟ هاي. طيب اكثر ناس مهمين، مش كده المفروض؟ أيوة. تعتذر له؟ صح. طيب من هنا قدم اعتذاري لاخواني، اخذ عفو والعافيه والدنيا عيد، اخذ مسامحكم. اجل هم قلتوا علي، لكن انا رسالتهم. انت طيب والله شديد. طيب اهني والوالد والوالده، وهني اخواني بعيد فطر مبارك ربنا يخليهم لي، وهني زوجتي، وهني ولدي ربنا يخليهم ويطول لي في عمرهم. امين يا رب. ان شاء الله رب. ربنا يخليهم لك كلهم، وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله، كل الشعب السوداني بخير، تعمين ولامين ان شاء الله، تزود حقوق حمدوك. هاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عليك. ياسر أبو القاسم. ياسر، بما إنه الدنيا عيد فالفيديو ده هو مساحة لزول حسيت إنه هو زعلان منك علشان تعتذر له، حتعتذر لمنه؟ اعتذر علي صاحبي وإنسان عزيز علي إن شاء الله، حافظ قمر الدين. حافظ قمر الدين؟ أقول له شنو؟ والله يا أخي بقول له يا أخي أنت عزيز علي، والحصل يعني كان زي ما بقوله سوء تفاهم كده، ضيق قفلة كده، فالإنسان يعني عادة بيقفل يعني، بيجيه لحظة كده بينسى أي حاجة، والشيطان شاطر يعني. صحيح. فمن هنا يعني أقوله بقدم له اعتذاري، وأتمنى إنه يتقبل اعتذاري يعني، وسنة سعيدة وشهر مبارك. فيعني أتمنى يعني، ودي سبحان الله انا من الصباح بفكر فيه. يا هودي فرصه وجاتك خلاص. وصلينا سوا. يا سلام. صلينا العصر سوا. فاسلم على الشباب كلهم من بعيد على اساس انه ما يكسر بخاطري، بدل ما يسلم عليهم شخصيا سلم من بعيد، انا ما معاهم في النص. كل سنه وانتم طيبين، وهو ماشي ما انتظرنا. فدي شويه كده ضربتني يعني صراحه كده يعني.
اخي ان شاء الله يصل صوتك وتتصافوا وربنا يجمع بينكم دايما يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. وسنه وانت طيب. وانتم طيبين وصحه وسلامه ويعني مشاركه ظريفه بجد يعني. ويديكم العافيه وربنا زي ما بيقولوا يرفع ال امين يا رب. اوضاع دي ان شاء الله. امين ان شاء الله يا رب. ويرفع الغلا والبلا من البلد وربنا يعني يزيدنا كمان وكمان وسنه سعيده ان شاء الله. وعليك ان شاء الله. شكرا لك. تسلم. الله يعافيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عليك. ياسر الهادي إدريس. ياسر الفيديو ده هو مساحة لزول حسيت إنه هو زعلان منك علشان تعتذر له بمناسبة العيد، حتوجه اعتذارك لمنه؟ والله أنا مزعل ناس كثيرة والناس مزعلة، في ناس مرة ما إني زعلتهم. ما أتمنى إنك زعلت. يعني ما برضى عنهم، وفي ناس والله فاهمون بالغلط وانا عملت معاهم بسوء يعني بدون قصد او فهمته غلط بعتذر له والله. عندك زول بعينه ولا؟ لا ما عندي زول بعينه، لكن في ناس بعينه وما بقدر اعتذر منه بعينه. ما اقدر اسامحهم ولا يسامحوني. طيب كل عام انت بخير. تعود الايام وربنا يجعل الرخاء البلد وربنا يقدم السودان ويغير الاحوال. شكرا لك. شكرا جزيلا. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عليك. عماد الدين إبراهيم حجر كون الله. عماد. عماد الدين إبراهيم حجر. عماد الدين الفيديو ده مساحة لزول حسيت إنه هو زعلان منك علشان تعتذر له بمناسبة العيد يعني. والله يا أخوي الشعب بنحني الشعب السوداني فترة العيد الفترة المباركة إن شاء الله. وحني الشعب حني الشرطة عامة. كل الشرطة. كل عام بخير يا كل عام وهم بخير. اللهم آمين إن شاء الله. وإن لي عمي في ليبيا وإن شاء الله يخلص الرسالة تصله وحنيه بهذا الشهر الكريم وللسودان عامة إن شاء الله. كل عام وإنت بخير. وإنت بخير كندي. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كل عام وإنت بخير. وإنت بخير كمان. عرفنا عليك. عبد المنعم إبراهيم عيسى. عبد المنعم. أيوة. طيب عبد المنعم بما إنه الدنيا عيد فالفيديو ده هو مساحة لزول حاسي إنه هو زعلان منك علشان تعتذر له، حتعتذر لمنه؟ الله فعلا العفو والعافية لكل شعب السوداني الرحيم الجميل الصابر المكابر في عازم الصعوبات المرت والحمد لله مرت بالسلامة ونتمنى العفو والعافية لكل شعب السوداني. طيب اعتذار خاص لمنه؟ والله بعتذر لكل الناس الزعلانين مني والناس السمعوا مني الفاظ كعبة أو حاجة شينة أو بتاع. ما تزول بعينه حاب تقول له وأنا بعتذر؟ والله ما عايزين ما عايزين زود زعلان مني انا طبعا. اي صح. شكرا لك. عفوا. اديك.